السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وبإذن الله هنجمع مع بعض أطفة حمام جديدة. أكبر كمية أطفة حمام هنجمعها النهاردة زي ما وعدتكم بإذن الله. كل أسبوع هنعمل فيديو أطفة حمام أو فيديو جمع حمام زي ما أنتم طلبتم مني، بس يا ريت يا جماعة زي ما أنتم بتطلبوا وإحنا بننفذ لكم طلباتكم، أنتم كمان تحطوا لايكات كتير للفيديو، علشان بجد يمكن بشوف يعني ناس كتير بتشاهد الفيديو بس ما بتحطش لايكات كتير. يا ريت كمان عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وناس كتير تستفاد من الفيديو بتاعنا النهارده. يلا كده يا جماعه حطوا لايكات كتير ويلا بينا، ويا ريت كمان شيروا الفيديو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين، طبعا دي اوضه الحمام اهيت، انا عامله لها قفل وعامله لها كل حاجه علشان طبعا الحمام في المكان الجديد دوت لو اي حمام خرج مش هيرجع تاني، لان هو لسه جديد في قلب المكان. علشان الناس اللي سالتنا مش هيبقى الحمام بتاعك محبوس ولا انت بتطيراه، لا الحمام زي ما انتم شايفين انا حبساه وقافله عليه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش نشوف الحمام النهارده وهنشوف اللي هيتقطف ايه. اول حاجه هنعملها كده ان شاء الله يا جماعه هنحط شويه اكل للحمام علشان طبعا كله ينزل، ونشوف الحمام اللي عايز يتقطف نبقى عارفينه وهنشوفه ان شاء الله. نحط لهم الاكل كده الاول. حاطه لهم برده شويه علف كده على الاكل علشان الزغاليل. بالنسبه يا جماعه الناس اللي بتقول لي انا عندي الحمام ضعيف، حاول ان انت بس تحط شويه علف، علف نبي للحمام على الكلفه بتاعته. العلف ده يا جماعه صدقوني بيبقى كويس جدا بالنسبه للزغاليل. حاولي ان انت تجربي وان شاء الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا. وكمان لو انت عندك اي فلاجيل او اي مطهر معوي حاول ان انت تحطيه في الميه، ده بيبقى كويس جدا برده علشان الزغاليل. هنحط لهم كمان شويه كده علشان ايه اللي كل ياكل، لان طبعا الحمام لو انا حطيت في وعاء واحده في حمام هيتظلم، في حمام هيتظلم ومش هياكل. هنبدا بقى نجيب القفص بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقطف مع بعض كميه زغاليل كويسه جدا. برده في زغاليل اصلا نزلت على الارض لانها طارت، انا كنت وعدتكم طبعا وقلت لكم ان شاء الله هنقطف قطف زغاليل تانية. ده بس علشان تصدقوا يا جماعه ان بسم الله ما شاء الله لو انت فعلا اهتمتوا بالحمام الحمام هيفضل يديكي كويس جدا. ما اهتمتيش ورميتي اكل وميه وما عملتيش اي خلطات ما عملتيش اي حاجه، طبعا عمر الحمام ما هيديك زي ما انت عايزه. الحمام يديكي كمان انت اهتموا بيه واعتنبوا وهو ان شاء الله هيبقى كويس جدا معاك. حاولي ان انت تحطيه في المقدمه عندك، مش زيه زي اي طرف تاني زي اي فراخ او اي حاجه تانية برملها الاكل وانزل، لا حاولي شوفي وانت بتعلفي الحمام كده حاولي ان انت تقعدي قدامه شويه، شوف الحمام اللي بياكل، شوف الحمام اللي كاشش، كل الحاجات دي بتفرق معاكي كتير. ده فعلا لو انت عايزه تربي حمام صح زي ما احنا بنعمل بالظبط كده يا جماعه. الناس برضو اللي هي طلبت قالت يا ام شيماء حاولي ان انت تكلمينا وتقولي لنا انت ازاي عملت المشروع ده وبدات بكام جزء. حط لهم بس الميه كده الاول. الميه برضو هنحط لهم فيها حاجه كويسه، مش هنحطها لهم بس كده، لا نشوف كده عندنا شوية عسل ولا حاجة هنحطهم لهم برضو. العسل حلو جدا وبيفرق مع الحمام كتير. شايفين بسم الله ما شاء الله المنظر الجميل اللي شايفينه قدامكم دول، ده منظر حلو قوي. علشان ده برضو بتأكل بنتها، يعني الحمامة اللي هي نزلة على الأرض دي خلي بالك دي زغلولة يا جماعة، مش حمامة كبيرة ولا حاجة، دي زغلولة بس كبرت ونزلت طارت ونزلت على الأرض هي واللي قدامها دي. يلا كده بقى هنفصل معاكم الكاميرا كده لغاية ما يأكلوا ولادهم، وبعد كده إن شاء الله نرجع لكم تاني وهنقطف مع بعض الزغاليل، لأن أصلا شكل الزغاليل اصلا جعانه كده وعايزه تاكل. دلوقتي بقى كده يا جماعه بعد الحمام ما كل وشبع هنبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقطف الزغاليل بتاعتنا اللي وقعت على الارض واللي في قلب واللي في قلب القفص. تمام بصوا بقى انا معايا القفص اهوت، طبعا دوت بتاع عشان تغطي عليه. وهنبدا بقى من هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هنلاقيه طري هنسيبه. بسم الله ما شاء الله شايفين اهو ده حلو مستوج اهو. في برضه رز مين اهيت، زميلته برضه حلو ده كده اهوت، ده كده اول جوز. هنا بقى ما شاء الله برضه هنا ثلاثه همت اللي هو محتاج ان هو يفضل شويه هنسيبه شويه، واللي هو كده هنقطفه
هما الثلاثة ما شاء الله حلوين، هيعوزوا الايه؟ هيعوزوا يتقطفوا اهو. بصوا بقى ما شاء الله الحمام واكل وشبعان، وتحس كده ان هو ما شاء الله مليان لحم. ايه كده هنا ايه؟ كده الثلاثة اهمت. ان شاء الله النهارده هيبقى عندنا قطف حمام كبيره، يمكن اكبر كمان من الكميه اللي احنا قطفناها المره اللي فاتت. هنا بقى ايه؟ دي لسه صغير، ايه انا هسيبه، هو حلو بس ايه هسيبه شويه. بس هو حلو يعني. دي لسه صغيره برضه. هو حلو يا جماعه، في ناس بتقطفه خلي بالكم في الحجم ده كده وفي العمر ده، بس انا ما بحبش اقطفه كده. يعني ده ان شاء الله هسيبه كمان يومين ثلاثه كده، وبعد كده باذن الله هجيبه. يلا نشوف بقى اللي هناك ده كمان. لكن ديت ده كبيره برضه هتطير اهو. بصوا هجيبها برضه دي، بسم الله ما شاء الله كبيره اهي، بس ما شاء الله برضه ايه مكبسه وحلو. اللي جنبها ديت صغيره، دي صغيره هسيبها برضه شويه اهي. دي يا جماعه اللي لسه فيها شعره صفراء، في دماغها شعره صفراء اهيت، فلسه برضه الوزن بتاعها مش حلو. يعني هي حلوه كل حاجه بس ايه عايزه تتقل شويه. ماشي نحط دي بقى هنا كمان في القفص. في حمام برضو على الارض، واحده برضو نايمه اهي، هنا اتنين اهو. هنا برضو كمان ايه واحد اهي اهو اهو. هنا برضو واحده كمان اهي عماله بتضرب بجناحها. اهي يا بسم الله ما شاء الله حلوه. نجيبها بقى ايه كمان اهي. وفي برضو هنا ايه في جو في جوزه اهوت. بسم الله ما شاء الله واحده اهي. نجيب كمان زميلتها بقى اهي برضو. بصوا شكله عامل ازاي ما شاء الله يا جماعه. الحمام الابيض دوت اصلا الواحد بيحبه، بيحب يربيه اهو. بسم الله ما شاء الله ثلاث ما شاء الله حلوين اهو. ده عايز اطير، عايز اطير لانها كبيره. نشوف بقى كده كمان كمان. هي كبرت وطايرة على الأرض. ودي حمامة ولا زغلولة دي؟ دي حمامة شكلها حمام، ده نايم على البيض. نايم على البيض. بس تعالوا بقى نشوف الجهاز التاني كده. طبعا يا جماعة ده كلاته بقى اللي أنا بجيبه ده، ده من على الأرض لأن ده خلاص كبر وريش وبدا ان هو ينزل على الارض اهو. لسه برضه ما شفناش الجهه الثانيه، بس انا هجيبه الاول. بص تعالوا بقى كده يلا. في تقريبا برضه ايه في حاجه تحت هنا. واحده اهي ما شاء الله، بس صغيره لسه. دي صغيره يا جماعه، يعني هي صغيره مش هجيبها، لان طبعا لسه فيها ايه الريشه بتاعتها الصفرة، هسيبها شويه. تعالوا بقى نروح غادي. ده برضو واحده من على الارض اهيت اهي. هنشوف برضو كل اللي على الارض طاير على الارض هنجيبه. ده برضو واحدة اهي بسم الله ما شاء الله اهي، كبيرة كبيرة. المفروض اصلا كان الجمع على طول حطها كده الاول عشان ما تطيرش. وفي بقى برضو واحدة نايمة اهي، نايمة على بيض. بصوا نايمة على بيض. وفي برضو بنتها الجاية التانية بقى شايفين ورا خالص اهي. نجيبها برضو كده بالراحة برضو عشان التانية ما تقومش من على البيض. شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني اصلا امها بيضه وهي نايمه وراها بتاكلها عادي برضه.
هنا بقى ايه؟ لا مفيش هنا، مفيش هنا برضو جزء يا جماعه، بس لسه صغير مش هجيبه دلوقتي، انا مستوى شويه، لان شوف هو بصوا يعني ايه، هو ما شاء الله حجمه حلو، بس يعني ايه برضو لسه ايه في الريشه الصفراء اهو، بس هو حجمه حلو، بس هسيبه برضو هو وزميلته. شوف حاجه برضو لو على الارض كده، ده هنا برضو جزء صغير اهوت، بس مش هجيبه برضو دلوقتي، ان شاء الله برضو هيبقى في دفعه ثانيه باذن الله هصورها لكم برضو وهتشوفوها. علشان كده بقول لكم يا جماعه دايما حاولوا ان انتوا تحتفظوا او تهتموا بالحمام، لان الحمام كويس جدا، زي ما انت هتعتني به هو هيعتني وهيديك برضو انتاج كويس جدا. ان شاء الله يعني احنا يعتبر دي تاني دفعه صورناها لكم وجمعناها معاكم باذن الله يا جماعه، برضو هيبقى في دفعه ثالثه ان شاء الله قريب هصورها لكم برضو. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما شاء الله جمعنا كميه قطف كويسه جدا هنا، بسم الله ما شاء الله. يعني انا الصراحه والله لسه ما عدتهاش، علشان انما اللي فات انا كنت قلت لكم على العدد، بس المره دي انا لسه ما عدتش اهو، بس هي ما شاء الله يعني هي كميه كويسه دي، ان شاء الله بقى هنفرزها باذن الله نبدأ، وبعد كده القطف الجاي ان شاء الله يا جماعه هقول لكم برده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.